اهلا وسهلا بكل المتابعين الاوفياء للقناة. اخواني اخواتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، حلقة جديدة اخواني اخواتي. وموضوعنا اليوم على النصاب الشفار المحتال سريويلة الحقار. اخواني اخواتي، ما تبخلوش علينا باللايكات بالبارتاج، كثروا لنا التعاليق، بغيت الفيديو يوصل للعديد من المتابعين. اخواني اخواتي، ففي حلقتنا اليوم غنتكلموا على كتله الفساد المتحركه. كتله الفساد المتحركه بكل ما تحمل الكلمه من معنى، الجمعوي المشبوه، والتي اصبحت تحوم حوله العديد من الشبهات، العديد من الفضائح التي لا تعد ولا تحصى. هذا الجمعوي اخواني اخواتي واللي عنده رخصه من الامانه العامه للحكومه المغربيه، نطالب بتحقيق في شخص رئيس الجمعيه ومن معه اللي كيتكلم باسم جلاله الملك في اوروبا، وهو غرق في الفساد حتى الودنين. زريويلة الصعصوعي اخواني اخواتي خدام لصالح عصابه حمزه موبيبي لاسقاط الفنان سعد المجرد، هو من قام بتصوير الفنان سعد المجرد، كما صور الرجل السياسي محمد يتيم. وهادشي علاش اخواني اخواتي تم ذكر اسم والده الفنان سعد المجرد في تلك المكالمه الخطيره. اخواني اخواتي قال ليه بالحرف: خليتك ضربتي يديك في قضية نزهة الركراكي، ولكن ما ننكرش أنك عطيتيني 2000 دولار و 50 غرام ديال الغبرة. إذن الغبرة كاينة، إذن أنت بزناز، أنت بزناز كتاجر في الغبرة، في البيضة، في السكر كلاصي، في الدقيق الأبيض، وكتنصب على عباد الله، وانت اللي تكلفتي بتصوير الفنان سعد المجرد وهو معتقلينو امام الفندق. فهاد الشيء تماما ما وقع في قضية الرجل السياسي محمد يتيم واللي كنا تكلمنا عليه اخواني اخواتي، اللي صورتيه مع صاحبته وهو يتجول بشوارع باريس ونشرتيه في السوشيال ميديا. كتقوم بنفس الافعال ونفس الممارسات اللي كان كيقوم بها حساب حمزه لغبيبي. انت نصاب وشفار وكذاب ومبتز، وهذا الشيء اللي درتي للفنانه نزهه الركراكي نصبتي عليها في 150 مليون. 150 مليون اخواني اخواتي، وهذا الشيء اللي سمعناه في التسجيل الصوتي. السيده محروقه على ولدها وكبتها كتشوع على ولدها، وانت طمعتيها باسم الجمعيه ديالك الغامله، الجمعيه المشبوهه اللي كتستحمر بها الناس، نطي ديتي ليها رزقها، وانت اللي صورتي ليها ولدها. هادشي كله كاين في اوديوهات اخواني اخواتي اللي كتشهد على الجمعاوي الصعصوعي. واش عرفتوا اخوتي اش كيدير هاد النصاب؟ واش عرفتوا اخوتي هاد النصاب اش كيدير؟ هاد النصاب سحار من الدرجة الأولى. كيمشي عند السحار في مدينة مكناس، عاطيه خاتم مسميه خاتم الحكمة باش الناس تبقى غتابعه، وتبقى غير تابعه وحالة فمها، واللي قالها ليهم هي اللي كاينة. إنسان جهل بكل ما تحمل الكلمة من معنى، رئيس جمعية باسم جلالة الملك وما كيعرف ينطق حتى كلمة، ما كيعرف ينطق حتى الكلمات كما هي، أحييك أحييك ولا لاستعمار المغاربة والجوجة والقانة. القانة إخواني أخواتي، إوا سير الله يعطيك الدل، الله يعطيك الدل مدلدل. المستوى الرديء اللي وصلنا ليه، المستوى المنحط اللي ولينا كنشوفوك فيه، لا علم ولا تربية ولا أخلاق، رجل دون المستوى، أطول كي الزمان، ما فيك فايدة، ما فيك فايدة، وتضل تسب في العيالات، تضل تسب في عيالات الرجال.
ويقول لك انا ملكي واتكلم باسم الملكيه. يا ويلي يا ويلي، استغفر الله على كارثه. يا ويلي استغفر الله العلي العظيم على كارثه وتسلطت علينا. هادشي يا خوتي راه ماشي معقول. فنحن نطالب من الأمانة العامة للحكومة المغربية أنها تعرف لمن كتعطي الرخص، ماشي من هب ودب كيسمي الجمعية ديالو بالملكية وينصب وينهب ويعطي صورة خبيثة على البلاد. إخواني أخواتي، هاد صعصعو إنسان جاهل من راسو حتى لرجليه. واش باقي شي واحد الآن في هاد الزمان هذا كي يمارس السحر والشعوذة باش يخلي الناس تتابعوه؟ هاويلي ولينا كنشوفوا أغلب القنوات اللي عندهم مشاهدات أنهم كيمارسوا السحر والشعوذة على المتابعين والمتابعين والمشاهدين. سيروا فوس خراسكم وسيروا ديروا الرقية الشرعية، سيروا عمروا شي بيدو زتعت الماء وقراوا عليها صورة البقرة وشربوا فوس خراسكم. السلامة الناس ما بقات فيها ثقة إخواني أخواتي، ولكن ذنوب الناس اللي تعديتي عليهم يا صعصيع ويا الجمعة والحقار بداو كيخرجوا فك، بداو كيبانوا فيك، ومن بينهم الطفلة آية اللي ما رحمتيهاش وما تسامحك حتى لعند سيدة ربي. ما رحمتيهاش تتوفات هي في دار الحق وحنا في دار الباطل. إخواني أخواتي، سيمانة وهو مشوهنا، نهار السبت غنحط الحقيقة تاع التحفة، نهار السبت غنحط الفضيحة ديال التحفة. شاف راسو ما جايبش المشاهدة، ما جايبهاش، قال لكم بأنه الجوجة ديالي بهيجة باغيه تكلم معكم وطلبتني انها تبان وخليتها غتبان، ونهار السبت غتشوفوا الجوجه ديالي بهيجه باش غنتكلموا على التحفه اللي تقبك، التحفه اللي بينك على الحقيقه ديالك، بينك على الحقيقه ديالك، وان شاء الله باقي العطي يعطي. الجوجه ديالو شناها كاع ما بانت، شناها كاع ما بينها باش يتلف عباد الله على اللايف ديال التحفه اللي دائما فارعوا بالدلائل، فارعوا تحفه وبالدليل. كل 5 دقائق طالع لينا لايف، كل 5 دقائق فيديو لايف، لايف فيديو، اياك لاباس الشريف. وهضرتك كلها غنخوال خاوي على الكلام الطايح، عا غندير لك غنفرعك واو وشوها، غنشوك غنفضحك، وانت غالبلا بلا والهضره الخاويه، على الهضره الخاويه وبنتي على الحقيقه ديالك. واغلب المتابعين عرفوك على حقيقتك وجاو حتى لعندنا وتيقولوا لنا كنا غالطين في داك السيد. قناه مليونيه، قناه خلاها الاخ تحفه الله يذكره بخير، قناه انا شي واحد كيقول قناه ما نتبعوه صراحة، قناة مليونية وطالعين معاك 4000 متابع. شوف سيدك تحفة، ما قناة مليونية ما والو، وربي هزو عزو، وكل شي الناس كتبغيه والناس كتحترمو على المصداقية ديالو وعلى الشفافية ديالو وعلى الأدب والأخلاق اللي كيمتاز بهم الأخ تحفة وباقي اليوتيوبرز اللي ما بقاش عندك معاهم، لأنه التربية والأخلاق راه ما كتلقاش مع قلة الترابي، راه ما كتلقاش مع قليل اللحية. يا قليل اللحية يا اللي كتعاطى مع عيالة الرجال وكتفضح الشوهة اللي مع الرجل ومرتو كتخرجها للعلن. أنا بغيت لك فضحت الجمعة والناس مجمعة، كل شي ولا كيعرفك أشنو كتسوى، يا النصاب يا الشفار يا المبتز يا صاحب الجمعية الغاملة اللي ما كتعطي لهاد البلاد حتى شي حاجة من غير تشويه سمعة البلاد، وكيقول لك أنا كنتكلم باسم الملكية وغادي في أوروبا وشوهنا بهاد الجمعية ديالو، مشوهنا بهاد الجمعية ديالو، ملي كيوقف على شي سفارة ولا كيوقف على شي قنصلية ولا كيمشي لشي سبيطار كيقول لهم انا جمعوي واتكلم باسم الملك وعندي قناه مليونيه. الناس ملي غتدخل القناه المليونيه وغيشوفوه كيتعاطى وكيتساب وكيدوي على بنات وولاد بلادو بسوء، اشنو الصوره اللي غتخاد على هذا الاسم هذا؟ اشنو الصوره اللي غتخاد على هذه الجمعيه وعلى صوره البلاد؟ اخواني اخواتي، فصراحه هزولات اخواني اخواتي، ولازم المعاقبه لهذا الشخص، لهذا الحتاله، لهذا الخبيث اللي كيوسخ صوره البلاد واسم الملكيه اخواني اخواتي. فخوتي وحبابي،
الى هنا ننهي حلقة اليوم. ما تبخلوش علينا باللايكات بالبارتاج، كترونا التعاليق لنستمر في فضح الفساد والمفسدين.